أطلقت جامعة سوهاج بالتعاون مع مديريات الطب البيطري قافلة بيطرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث استهدفت قرية الصوامعة الشرقية بمركز أخميم، وشملت أعمال الفحص والعلاج المجاني للثروة الحيوانية والداجنة. تأتي تلك القافلة ضمن سلسلة القوافل التنموية الشاملة التي تضم القوافل البيطرية كأحد مكوناتها التي تنظمها الجامعة ضمن المبادرة، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا. في ظل التوجيه القيادة السياسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة التي تمثل مصدر عيش وأكل عيش ورزق لأهالينا من الفلاحين، النهارده بنناظر هذه المجموعة من الحيوانات والدواجن من خلال الأساتذة المتخصصين في التخصصات المختلفة في الطب البيطري لكي نقوم بتشخيص وعلاج أي أمراض موجودة في هذه الثروة الداجنة والحيوانية، لكي نؤكد على أن أهالينا الفلاحين احنا متواجدين معهم على أرض كل القرى التي تم إدراجها ضمن منظومة حياة كريمة.